في مرة ممكن امرأة تتزوج هذا الشهر بعد 6 شهور تتزوج، يعني كم من المفروض انه تتزوج المرأة في هالنوع من تجارة الزواج؟ والله انا ما عندي يعني عدد محدود او عندي لا يعني من القصص اللي مرت عليك. والله بعض النساء تجاوزت 7 مرات. 7 مرات؟ 7 مرات اي. تزوجت وطلقت 7 مرات؟ طلقت اي 7 مرات. وش كان هدفها؟ هو غالبا زي ما قلت لك يعني هو يكون لمسببات متعدده، احيانا يكون حنق على الذكر مثلا، احيانا من باب الاحتيال المادي، يعني في عده اسباب تكون تدفعها لمثل هذا النوع من الزيجه. ويصير هذا الزواج بالاتفاق بين الرجل والمراه؟ ولا بعض الأحيان ما يدري الرجل أو ما تدري المرأة؟ لا غالبا الزوج ما يكون عنده فكرة، غالبا هو يكون ضحية. يكون ضحية؟ وأحيانا يكون في اتفاق يعني بين. طيب تزوجوا وصار ضحية هو، وش اللي يصير بعدها من قبل هذه المرأة والتجار اللي معها؟ لا ممكن تكون هي الحالة على فكرة الحالة. يعني مش إيه؟ طيب تبدأ تفتعل المشاكل، تبدأ مثلا تجرح مثلا في رجولته، تغلط عليه، تفتعل المشاكل بحيث إنه هو يبادر في طلاقها أو أنه حتى تخلعه ويوافق على اللي هي عملية الخلع.